إلى رائحة مشاقرها ووقع أهازيجها وزيجها المميز، إلى موروثها وتراثها تأوي تعز لترمم ذاتها بعيداً عن الدمار والخذلان، إلى إنسانها المعجون وجدانه بكل ما هو جميل قبل أن يحجبه خراب الميليشيا. هي عودة لحياة تعز التي عرفت بها، عودة يستمد منها الناس هنا قليلاً من البهجة. حفل زفاف تحول إلى لوحة بهية من الألوان أطفاها الحاضرون بملابسهم التقليدية والمقتنيات التراثية التي زينت المكان. عبد الناصر الصديق، العروس الذي احتفى بتراث مدينته تحت عنوان تراثنا في أعراسنا، في مبادرة منه لإقامة الحفل بملامحه الأصيلة هذه التي غاب عنها السلاح وحتى القلب. مكتب الثقافة في تعز تبنى هذه الفكرة وقال إنها تهدف لإعادة ارتباط الناس بموروثهم وعاداتهم الجميلة التي بدأت تغيب مع مرور الأيام. موروث ثقافي ظهر بجماله وغناه منتصراً على كل فعل سعى بشكل ممنهج لتدميره.